الفتره دي يا جماعه بشرتي في اسوء حالاتها، هتلاقي عندي شويه حبوب هرمونيه، حاسه في زياده في افراز الدهون، شكل مسام بشرتي كمان بقى اوسع. ففي الحاله دي انا بلجأ لروتين طوارئ عشان اقلل من افراز الدهون في بشرتي واعمل كنترول ان الحبوب ما تزيدش. اول حاجه بستخدم الصبح وبالليل غسول يكون فيه مواد فعاله تموت البكتيريا. بستخدم بقى حاليا الغسول ده من 9 تايمز المفروض للبشره الدهنيه والمعرضه للحبوب، اسمه بور تريتمنت. عايز اقول لكم ان ده من الطف غسولات البشره الدهنيه اللي انا جربتها. هو فيه 9 مواد فعاله بتنظم الدهون في البشره، فهو بينظف البشره كويس قوي من غير ما يشيل الدهون الطبيعيه فيبوظ معانا حاجز البشره، وفي نفس الوقت هو بيشيل الدهون الزياده. فبالتبع يا جماعه لما الدهون في البشره هتقل هتبدا الحبوب كمان ان هي تقل، المسام الواسعه شكلها هيبدا ان هو يرجع للشكل الطبيعي. وكمان في الزنك ونياسيناميد بتركيز 10%، فهنلاقي ان الحبوب اللي بتكون موجوده بتبدا ان هي تنشف. تاني حاجه بعملها بعد ما بغسل بشرتي واتاكد كويس قوي ان هي نشفت، بستخدم سيروم يكون فيه نياسيناميد. ماده النياسيناميد دي من اكتر المواد اللي انا بحبها. بستخدم برده السيروم بتاع 9 تايمز، السيروم ده فيه 12% نياسيناميد. سيروم بقى 9 تايمز اللي يميزه عن اي سيروم نياسيناميد انا جربته قبل كده ان هو فيه 9 مواد فعاله بتقلل من حجم المسام الواسعه بطريقه واضحه جدا مع الاستخدام. بالاضافه كمان ان هو انتي تشاين سيروم، يعني الناس اللي زي حالاتي ان بشرتهم دايما بتلمع بسبب كتر افراز الدهون، هو بعد ما بنحطه بنحس ان هو عمل مط كده فينش، وفي نفس الوقت بتحس ان بشرتك فيها كده جلو طبيعي. وبجد الموضوع ده بتلاحظيه من اول مره بتستخدمي في السيروم. وطبعا بعد النياسيناميد انا بستخدم المرطب بتاعي، وبالليل بقى قبل ما انام بحط على حبوب الازاليك اسيد. عايز اقول لك انك فعلا لو بشرتك معرضه للحبوب فالروتين ده من اكتر الحاجات اللي هتفرق جدا معاكي.